لم يمضي وقتاً طويلاً على توديع أهله ليعود سريعاً محمولاً على النعش بمصير جمعه مع العشرات ممن تقاسم معه الأحلام على متن قارب الموت الذي غرق قبالة ساحل طرطوس السورية. مئات الفلسطينيين في مخيم نهر البارد في لبنان تجمعوا للمشاركة بمراسم الدفن والجنازة، ضحايا القارب الغارق من لبنان وسوريا وفلسطين، وكلهم جمعهم حلم العيش بأدنى حد مطلوب للحياة. خرجوا من لبنان عن طريق البحر إلى أوروبا بحثاً عن الوظائف والاستقرار من بلد يعاني أزمات خانقة. وعلى الرغم من أن جميع من يذهب في هذه الرحلات غير الشرعية يعلم تماماً أن الغرق احتمال وارد جداً، فإنهم يبيعون كل ما يملكون ويفضلون الإبحار على أمل النجاة على أن يبقوا بما يصفونه موت بطيء بانتظار الحصول على خبز ودواء. وبينما يتم إحصاء عدد الضحايا والمفقودين والجرحى من جراء هذه الحادثة، يؤكد الهلال الأحمر السوري ارتفاع عدد الضحايا إلى 95 شخصاً. قامت فرق البحث بوجود 4 جثث ناح مصب بانياس، ومن قليل كمان تم إيجاد جسمان جديد، فحاليا وصل العدد لحدود 95 جسمان تم إيجادهم وموجودين حاليا. البعض منهم تم تسليمه للصليب الأحمر اللبناني، والبعض الآخر تم نقله لأهالي اللي هن سوريين. الجيش اللبناني قال إن المخابرات اللبنانية أوقفت مواطناً للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين، واعترف الموقوف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر، فيما يستمر التحقيق مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص.